فالعموم النتيجه ديال التعادل هي منطقيه بحكم ان المقابله الاجواء اللي دارت فيها فهي يعني مغايره للمقابلات الاخرين، فيعني التعادل كان منطقي ونقطه لكل الفريق هذه، يعني ان يعني بالنسبه لنا احنا كفريق امل تيزنيت يعني كان المنتهى ديالنا هو اننا نحصلوا على 3 نقاط بعد الهزيمه ديالنا في المقابله الاولى، ولكن شاءت الاقدار اننا كتجمعنا في الدوره الثانيه مع فريق اللي هو قريب لمدينه تيزنيت وكتكون كما قلت لك عندهم واحد الحساسيه فيما بينهما. فالعموم نقطه التعادل تخلينا اننا دائما نقلبوا على الافضل ونصححوا بعض الاخطاء على مستوى وسط الميدان ومستوى الدفاع. نتمنوا من الله اننا نتوفقوا في المقابله الجايه. كما قلت انا الظروف اللي جيت فيها واللي كنشتغل فيها يعني في البدايه ديال الاستعداد ديال الفريق ما كانتش مناسبه، ولكن على العموم يعني انا جد مرتاح يعني العمل اللي كنقوم به، لان في ظرف تقريبا ديال 25 يوم انني استطعت نوجد واحد الفريق اللي يمكن يعني ما تنقولوا يصعد للقسم الوطني الثاني، ولكن يحافظ على المكانه ديالو داخل القسم يعني الهوات الاول، ونتمنى من الله التوفيق في المقابله الجايه ان شاء الله. راميري لبسنا واحد التخوف واحد الحذر كبير في البدايه ديال المقابله، كانوا 7 اللاعبين بالاضافه للحارس اللي عندهم كاليتي ديفونسيف، عندهم نزعه دفاعيه، في حين ان مهاجم واحد ما معاش صانع الالعاب. واش كان ما كتلاحظوش بان هذه المباراه كانت في يدكم لولا انكم اعتمدتوا خطه دفاعيه اكثر؟ احنا ما اعتمدناش خطه دفاعيه كما تفضلتوا، ولكن النهج التكتيكي اللي لعبت به هو 3-5-2، يعني كان اعتمدت على 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 الظهيرين الايسر والايمن يعني باش يعزوا وسط الميدان ويعني ويعطوا ويلعبوا مع خط الهجوم. رغم ذلك انا خديت الحسين العكوس، انا درته وراء المهاجمين لانه عنده واحد القوه في يعني في القذف، وعنده في يعني وعنده عند الاحساس واحد الحساسيه في التمريرات يعني في الظهر ديال اللاعبين. فهذا يمكن رايي الشخصي. بالنسبه لي انا لعبت ب 3-5-2 يعني كما قلت لك باش نساعد نعتمد على الطرفين، ولكن لسوء الحال انا كان خلل في الطرف في الجهه اليسرى، لان كنا كنشوفوا الدائر الايمن كان كيساعد الوسط الميدان وكيطلع كيساند الهجوم، بالعكس الجهه اليسرى اللي كانت يعني كانت متخوفه نوعا ما. ولكن الحمد لله استطعنا نديروا بعض التغييرات واعتمدنا على عناصر اللي اول مره شابه اول مره كتلتحق بامل تيزنيت، من خلال ان استطعنا نسجلوا اهداف وضيعنا يعني فرص. فالعموم التكافؤ في هذه المقابله كان منطقي. نتمنى من الله اننا نصححوا اخطاء ديالنا ونلعبوا يعني المقابلات في المستوى، وهذه هي كره القدم دائما فيها منتصر ومنهزم. لاحظنا بان في دخول التغييرين الثاني والثالث ديال سومبول والاخر والعمان ايت مارا كان في المستوى وبدل، وكنتمناو نشوفوا الامل بهذا الشكل هذا اوفونسيف في اللعب الهجومي. كان تما تنشيط جيد ملي دخلوا هذوك الناس. قبل كما قلت لك هذوك اللاعبين اللي كانوا لاعبين في الوسط ولا في الوراء كان عندهم نزعه دفاعيه، يلا الفكري لاتاكو والعكوس وذاك وسعيد هذو هما اللي عندهم نزعه هجوميه. بطبيعه الحال كان كينقصنا صانع الالعاب، حنا من الاول حنا كنقلبوا على صانع الالعاب. لا ما يدوزني ما تفوتنيش هذه الفرصه باش يعني نقول بان يعني الامل تيزنيت وجدات امل في لاعب اسمه ايتبارا، لانه لاعب خلوق ولاعب عنده مستوى وواحد الجوده في اللاعب، يعني بعد الدخول ديالو انه استطعنا اننا نلمسوا ذوك التحركات يعني في وسط الميدان. قام ببعض المناوشات يعني ما جهه اليمنى وجهه اليسرى، ولكن خاص يكون في علم الجميع ان ايتبارا السن ديالو 20 سنه يعني كتنقصوا واحد التجربه. فانا يعني كنعتمد عليه في واحد اللحظات اللي يمكن انه بحكم السن ديالو انه يعطي الكثير للفريق، ولكن مع العمل ان شاء الله الجاد ونقدروا نوضعوا الثقه ديالنا فيه ان شاء الله ويلعب المقابله كامله، لانه لاعب اللي كنقول ان عنده مستقبل كبير ماشي في داخل الانديه ديال الهوات ولكن حتى مستوى البطوله الاحترافيه. فمن بين الناس اللي قدروا يساعدوا هذا اللاعب هو شخصيا انا نقدر نساعده، لانه لاعب كما قلت لك عنده واحد اليسرى اللي غتعاونه وغتعاون ان شاء الله امل تيزنيت. نتمنوا له التوفيق ونتمنوا للجميع التوفيق. قضيه اخيره ديال الوداد والرجاء، كنعرفوك محب ديال الوداد ولاعب الوداد،
الوداد دابا ربح بواحد 1-0 على حدود الساعه. اش كتقول على هذا الماتش هذا اللي ما تمكنتيش انك تفرج فيه؟ واش هذه اول مره الاولى اللي كان كتفرج فيها؟ بطبيعه الحال سؤال جد وجيه، ولكن خاصو يعرف الجميع بانني انا عمل عندي عمل كيربطني مع امل تيزنيس، ف من 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 ما نكونش منافق ولا انني. فكانت الفكر ديالي كله على المقابله ديال اليوم ديال امل تيزنيس اولمبيك تشيرا، واقسم لك بالله العليم انا ما فكرت لا في وداد فراجا اكثر ما فكرت في امل تيزنيس اولمبيك تشيرا في المقابله ديال اليوم. دابا الان من انتهت المقابله يمكن لي نسول على النتيجه، ولكن الغرض ديالي كان هو امل تيزنيس. موفقه سي ابراهيم، الله يجازيك بخير. شكرا. اولمبيك تشيرا الطموح ديالنا هذا العام هو طولو، بدينا التدريب هذه 3 شهور باش بدينا التدريب، ومشيت درنا طرابوس بن سليمان، وكنتمناو هذا العام نوصلوا وجبنا شي لعبه من فروق العالم، من الحسنيه، من عنزه، من المزار، من عيت ملول، من الازمام، وكانت الطموح ديالنا هذا العام باش نوصلوا للمجموعه الوطنيه الثانيه. المقابله ديال اليوم ماتش هذا بحال ديربي بين ديزيوت ديما كان لا من الجماهير ولا من الله، والنتيجه ديال 1-1 منطقيه على الفريق بجوج. يلاه بداو باقي يلاه الشامبيون لا بينا الاول ديال هذا، كنتمناو للفرق بجوج التوفيق ان شاء الله هذا العام، لا تزيد ولا تشارك.